من الطبيعي نشعر بالتوتر، يعني ممكن صح. موقف بسيط يخلينا نتوتر قلقين، ممكن عندنا تقديم امتحان نتوتر، تقديم حلقة بحث، بس الموضوع بيصير قلق نوعا ما لما هيدا التوتر يصير سمة عامة أو صفة عامة للشخص. أكيد بيكون في مشاكل بتأثر على شخصيته وعلى ثقته بنفسه. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر، نرحب ببنان بيبرس مدرب تنمية ذاتية وإدارة مشاعر. يعني إدارة مشاعر هي الجملة كمان بتلاقي بتعطي مفهوم آخر للتنمية الذاتية. يسعد صباحكم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم بالفقرة مخصصين عنوان القلق الاجتماعي. خلينا نعرف هو بيفرق عن أنواع القلق الثانية ولا هو لا تحت مصطلح القلق بيكون، وخلينا نعرفه أكثر. يسعد صباحكم. القلق الاجتماعي هو الخوف من مواجهة الآخر. يعني أنا اليوم عندي كتير أنواع للقلق، لكن الاجتماعي حصرا هو يلي مع الآخرين. أنا بيكون عندي خوف من القعدة مثلا معكم، فبتلاقيه ببلش يطلع عليه أعراض تمام، سواء نفسية أو جسدية. هذا بشكل بسيط شو هو الخوف أو عفوا القلق الاجتماعي من مواجهة الآخرين، سواء كانوا أقرباء أو أحد مثلا حدا غريب، يعني حدا جديد لأول مرة بيشوفه. طبعا بتكتر وبتكون بقمتها بأوج القلق لما بيكون أول مرة، فهذا نحن بنسميه رهاب الاجتماعي للمرة الأولى، بيكون بحده الأقصى خلينا نقول. بس فينا نقول أعراض القلق تختلف، يعني إحنا مثل ما قلت يمكن كأول مرة بيكون في رهاب اجتماعي. هون بنشوف يعني أحيانا بنلاحظ على الشخص لما يكون مجتمعين بتلاقي بيحمر، ببقع جسمه، إيديه بيرجفوا، فجأة بيعرق. في أعراض كمان مرافقة، لما نقول كيف فيني أنا سيطر عليها مبدئيا وكون ذكية. يعني لما نقول إدارة مشاعر، أنا كشخص لازم أعرف دير مشاعري، ولأنه أساسا أنت بمحيط اجتماعي. نحن العرب بنحب المحيط الاجتماعي، اجتماعيين، التواصل بشكل، بس بتأثر أساسا على شخصية الشخص وعلى ثقته بنفسه بشكل كتير كبير، مع أنه بتلاقيه ممكن يكون كتير حلو، عنده مهارات تعليمية، عنده قدرات، بس بتتفاجأ هي أساسا بتكون يمكن من نقول بنرجع تحليل كمان شخصية منذ الطفولة أو البيئة المحيطة بتلعب دور. تمام. هلا كل اللي حكيتيه صح، كل هذا هو اللي بيسبب الرهاب الاجتماعي. بالإضافة لعندي أنا عوامل وراثية أو عندي خلل بالخلايا الدماغية اللي مسؤولة عن النشاط الاجتماعي تمام، أو اللقاءات الاجتماعية خلينا نقول بالمعنى البسيط خلينا نقولها بالدماغ. هدول كلياتهم أسباب ومسببات أنا تجعلني أنه أنا أول ما بدي روح أعمل لقاء مثلاً فوراً أنا يظهر علي الأعراض اللي ذكرتيها. بتبلش هيدي حسب الجامعة الأمريكية للاكتئاب والقلق من عمر 13 سنة. يعني نحن ببلش عندي القلق الاجتماعي من عمر 13 سنة في حال ما كان عندي عوامل وراثية أو خلل دماغي. تمام؟ هلأ كمان في عندك من الأسباب هي التربية الصارمة، التربية الحازمة، الأب الوالد والوالدة اللي مسيطرين على أولاده. هدول كمان بيصير عنده الولد أنه مثلاً ما في مجال يطلع يحكي، خلص مثلا عفوا بالعامية بيقول له سكوت، فبصير عنده خوف او ليك شو عم يحكي بتضحك عليه. هذا مع الوقت الطفل فشوي شوي حينطوي، حينعزل، حيرجع لذاته ويسكر عليه خلينا نقول هالته ويضل قاعد ما يعود يحكي ابدا. هذا الشيء على الكبر كثير غلط، كثير بياثر سواء على الحياه بشكل عام، على حياته مع الاخرين باي مجال، عم نحكي زواج، عم نحكي عمل، عم نحكي بالمدرسه، صحيح. عم نحكي بالجامعه. هذا كثير خطير. يعني موضوع القلق الاجتماعي مثل ما ذكرتي حضرتك نتائجه السلبيه واثاره بتبين بالكبر اكثر نتيجه المواقف اللي بيطر فيها الشخص يحتك مع اشخاص ثانيين. ممكن يزول هذا القلق الاجتماعي او نعالجه على كبر؟ اكيد ممكن يزول، بس اللي عندهم قلق اجتماعي اقل ذهاب للمعالجين او للاطباء من اللي عندهم قلق ثاني او خوف او رهاب من موضوع ثاني. ليش؟ لانه هو عنده هيدي النقطه انه هو بخاف يجي لعند المعالج اصلا يحكي له، فكتير بيتاخروا ليجوا لعنا. يعني بضل مثلا 15 20 سنه ليقرر انه لا انا بدي اتعالج. وهذا بده يكون قرار داخلي نابع من كثير ضغوط صارت عليه او وقفت حياته. يعني صحيح، بيكون اللي عنده رهاب اجتماعي حياته شبه واقفه، منعزل لحاله. وكانك عم تحكي انه بده معالج نفسي، يعني ممكن الشخص يتبع مهارات معينه او سلوكيات معينه بنشوفها نحن مثلا نتوقف قدام المرايه او بلش مثلا حط اسرتك حولك، مثلا عندك برزنتيشن قدم هذا البرزنتيشن
قدام اهلك قبل ما تروح. هي تقنيات انا بعرفها يعني بسيطه، هي تقنيات بسيطه ممكن تفيد هاي القصص ولا لا؟ بتفيد، بس اليوم نحن اذا عم نحكي انسان عنده رهاب فوق العشر سنين هو صار بده مساعد لانه هو انطوى جدا للداخل فصار صعب انه يطلع، زائد انه تعود هيك فصار في ناس بتحسي عندهم مثل ما قلتي لما يبلش ب 13 14 سنه بسبب البيئه المحيطه، بتلاقي في ناس بعمر ال 20 بيكونوا اذكى، يعني بيقدروا هن فعليا يتغلبوا على القلق الاجتماعي من خلال التاقلم. يعني انا بعرف كان عندي صديقه مثلا عم نحكي عن الرجفه او التوتر او العرق، تصالحت معها، انا بعرق يعني انا ايدي بيعرقوا لما في نوع من المعالجه النفسيه ممكن الواحد يتبعها مع ذاته. لما نحكي عم نحكي عن التوتر الاجتماعي والقلق بس منه بدرجات عاليه، بس اللي فاجئني خلال حديثك لما نقول في عامل وراثي او عامل خلل بالدماغ، خلينا نوقف على هي النقطه لانه كمان الاهل لازم يعرفوا انه ممكن ابنه يكون ما بيقدر يعمل كنترول على هذا القلق من خلال عامل وراثي او انه خلل بسيط بالدماغ، نعرفه اكثر شوي. هلا العامل الوراثي بتكون عندك العائله كلها بتخاف، يعني عندك سلسله العائله كلها منطويه لذاتها. في عائلات ما بتحب الاجتماع فخلص وراثيا هي يعني صار عندها انطواء داخلي. هدول اغلب هاي العائلات بيكون عندها تاريخ بالاكتئاب يعني اكتئابيين يعني هن خلص منطويين على ذاتهم، انطوائيين منعزلين. في عنا بنلاحظ عائلات كثير ما بتحب الـ خلينا نقول الحفلات والاختلاط، خلص بتاخذ هذا المكان، لها مكان معين، لها سيستم معين بحياتها ما بتطلع عنه. هلا في عندك بالدماغ خلل مثلا خلينا نقول بالقشره او الشيء الغده اللوزيه خلينا نقول او المكان اللي مسؤول عن تفاعلك مع الناس تمام بالدماغ. انا عم حاول شوي بسيط مشان نقدر كلياتنا نعرف هذا الخلل شو بيكون البسيط الخلل فرط نشاط فيها فبيكونوا حساسين جدا لاي شيء هن يعني ممكن الاطفال يعني عندهم فرط نشاط يصابي بقلق اجتماعي فرط بنشاط هيدي اللوزه تمام ما له فرط نشاط عادي ثاني تمام فبيكون هو فورا بيتاثر. هلا في عندك تعرض لخلل نفسي او ضغط نفسي، يعني طلع عم يحكي انه ايه انت شو عم تحكي وهو اول مره وقدام جمهور فهو حينزل ويبطل يحكي ابدا. هي كمان كثير الصدمه الاولى، يعني انا برجع معهم بالعلاج للصدمه الاولى امتى كانت. المشكله لما بتكون بخلال تنشئه الـ خليني اقول لك المسار العصبي يلي هي تحت الخمس سنين. فانا تحت الخمس سنين ابني وقت بيجي بيحكي او بنتي او حدا انه ايه انت سكوت او بيخلي حدا يضحك عليه، هي وارده عنا كثير للاسف بالتربيه صحيح. فالولد خلص انشات عنده بالخليني اقول لك بدماغ في خلاص مسارات ما تفعلت فهو صار في عنا نحن بنقول له شحذه او الم بالخليه اول خدش بالخليه فهو ما عادت تطلع مره ثانيه. صار بده مهارات اللي قلتي عليها ليرجع هو يتاقلم. لكن هل بيروح اللي حكيتي عندها صديقتك تصالحت مع الموضوع فهي ما حلت الموضوع لانه هي انا اتوقع طفوله كان عندها هذا الخوف حدا زرع لما تصالحت خف بتحسي نوعا ما يعني تصالحت تعودت هي ما لغته هي تعودت على وجوده فانا خلص انا برجف هذا الواقع انا برجف. طيب موضوع القلق الاجتماعي بظن ما في حدا ما مر فيه قد ما كان يعني شخصيته صحيح. قويه كان بفتره من حياته مرق بموقف سواء مثلا بالجامعه او بالحياه الاسريه ارتبك رجف صوته خجل وهذا الشيء ضل مأثر بنفسه يعني هلا كل ما يتذكر الموقف بيتضايق صح. كيف الواحد ممكن يتعامل مع هاي الحاله؟ تمام هلا نحن هون بالعلاجات بناخده لاول مره هو تضايق فيها بنفصل كونه اداره مشاعر بنفصله عن هيدي المشاعر تمام يلي هي الخوف والرعب والتوتر اللي صار معه بنمرق له الموقف انه موقف جدا عادي وبصير مع اي شيء تقنيات كثير يعني كثير هي سلسله تمام ومنرجعه انه خلص الموقف صار تمام بالاضافه للتمارين اللي هو بده يعملها. هلا نحن اللي عنده رهاب اجتماعي كثير بننصحه بالرياضه، بننصحه باليوغا، بننصح بالمشي طاقة. تمام بننصح بالمشي، التنفس العميق تمام، تمرين المرايه بس بده تدريج واللي اقوى منه تمرين الكاميرا. يعني انت حط موبايلك وكاميرا واحكي اي موضوع وارجع شوف نفسك. فهون هو حيشوف ردات فعله كيف هي رجع شوف نفسك كثير طبعا مهم. يعني المرايه ما بيرجع بيشوف حاله صح. فهو تمرين او بيخجل يشوف حاله أيوة. لا هو يعني بالمرايه خلص هو حكى وراح اما لا سجل فيديو تمام صديقك المقرب اعمل له برزنتيشن صديقك اللي بالفعل بتحبه
هلا انا كثير وقت بيجون الطلاب انه عندي برزنتيشن وانا متوتره، بقول له جيبي معك حدا كثير بتحبيه بشجعك، خليه، لا لا خليه هو قاعد بمكان انت بمرأة العين، تمام، حاولي يكون هو النقطه المركزيه انت تطلعي فيه، بيعطيكي ثقه، بيعطيكي امان، بيعطيكي هذا الهدوء، تمام، وبترجعي تعملي نظره محيطيه على الجميع، لكن هو المركز. طب في ناس بتقلك ما كان عندها قلق او توتر اجتماعي خلال صدمه تعرضت، طبعا. هذا انعكس على سلوكه او على بيئته، هون كيف بيتم التعامل؟ يعني نحن شايفين حالات كثير شخص اجتماعي وشخص تعرض لصدمه صار عنده هذا القلق الاجتماعي، التوتر، طبعا. عدم التواصل مع الناس، هون كيف بيتم التعامل مع هي الحاله؟ بالتدريج بدي ارجع بقول فينا نقول نفس الـ لا ما نفس تكون. التقنيات نفس التقنيه بنرجعه لحاله الصدمه بنخليه عيشه كامله، تمام، يعني نحن كثير عندنا هروب من مثلا خوفي من موضوع، ما تهرب منه، واجهه، وخوف من المشاعر، لما هيك قلت لك اداره مشاعر نحن كشعب عربي تلاقي ما في تعبير، يعني التعبير على المشاعر هي اخر جزئيه تماما، هي نحكي عنها صحيح، انه انا بخاف، لا انت ما بتخاف، لا انا بخاف، عادي كلياتنا بنخاف، انا متوتر، انا مكتئب، مو يعني اني انا استسلم لهيدي المشاعر لما انا بعترف فيها، لا، لكن انا اعترافي بالشيء، يعني انا نحن بنقول لهم اعترافك بالمشكله هو نص الطريق لحل المشكله، فانا لما خلص انا بخاف، وين الغلط بالموضوع؟ انا بخاف مو بقعد بالبيت وبكتئب وبنعزل، لا انا بخاف وبقوم، واغلب الناس عندها نقطة ضعف، يعني هذا شيء هو الشخص بتلاقي انه لانه مشان الناس ما تعرف، اغلب الناس ما بتعرف، يعني ما في شخص سليم سوي 100% رهاب المره الاولى هو رهاب عام، خلينا نقول يعني مو لفئه معينه او للي تعرض لصدمه او اللي عنده مشاكل وراثيه، لا 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 هو عام، كل البشر اول مره بتخاف طبيعي، لكن سيطر علي، صار في صدمة، صار في أمور تانية، هون بقى بيصير رهاب. الرهاب أو الخوف هو الشيء المستمر يلي أنا عم ضل خاف وما عالجته، ما طورت من ذاتي، ما عملت هدول التقنيات اللي حكينا عليهم، أو ما لجأت لمختص أو طبيب نفسي. تمام، كونه صنفنا القلق الاجتماعي هو اضطراب، خليني اسالك ممكن يصير انتكاسات، يعني حدا تعالج بفتره معينه قويت شخصيته، مرق بموقفين حلوين ظراف ما عانى من هذا الموضوع، ولكن نحن بنعرف المجتمع بتقابلي نماذج مختلفه وشخصيات مختلفه ومواقف مختلفه، ممكن يصير كمان انتكاسات؟ طبعا. يعني سؤالي ممكن نعمل وقايه ممكن يصير انتكاسات؟ تمام، بنعمل بصير انتكاس لما نحن بنروح من نص العلاج وهي كثير شائعه، يعني اغلب الله يحميهم الشعب خلاص بياخذ مثل كورس الدواء، بقول له دكتور اسبوع ثلاث ايام خالصين، فهي انا لما ما بكون يعني انا ما باخذ فتره علاج كافيه، اليوم نحن عم نحكي صبايا عن مشاعر، فالمشاعر مثل ما هي تراكميه لصارت كمان بدي تراكم مشاعر ايجابيه لانا اقوى وكون شخصيه قويه، هلا خلصت علاج كامل وانا خلص صار الموضوع تمام، من واجب المعالج او واجب الشخص انه يعمل تيست، يعمل تجارب قبل ما يروح بالفعل يقابل ناس، صحيح. يعني هو يعمل تجربة مع حدا مرة وتنتين وثلاثة، وإجباري نحن دائما بنقول لهم أول مرة إجباري رح يجيك هذا الخوف لكن كتير بنسبة أقل. طيب خلينا نحكي عن نقطة ذكرتيها خلال حديثك، هي نقطة كتير مهمة لازم الأهالي كتير ينتبهوا لها، هي أساساً القلق والتوتر الاجتماعي ممكن يبدأ مع الطفل بسنواته الأولى، في ثقافة للأسف مثل ما قلتي أنا بقارن طفلي بضحك عليه بمزح عليه وبتمسخر بطريقة أساساً مؤلمة يعني للطفل حتى المحيط لإله، يعني هي نقطة كتير بنشوفها للأسف بمجتمعاتنا اليوم، قديش بتأثر نوعاً ما على الطفل ببناء شخصيته لحتى يوصل لمرحلة القلق والتوتر الاجتماعي؟ جداً، يعني أنا هتخيل الطفل مثل الزجاجة أنا كل شوي عم بخدشها، بالنهاية هي رح يضل هذا الشرخ، رح يضل يعني هي أنا عم سبب له أذى بالخلايا، دائماً نحن وقت بنحكي مع الوالدة أو الوالد أنه كونوا أنتوا المشجعين، طب إيه ما عم يحكي صح، طب عفواً هو ما رح يحكي صح أكيد لأنه أنتوا ما علمتوه الصح، صحيح. هو جاي على الفطرة، جاي بيور ما عنده أي معلومات، أنتوا اللي عم تلقنوا، فالغلط مو منه، الغلط منكم، صحيح. أنتوا اللي ما عرفتوا تلقنوه، فكتير نحن انه ابني خجول، طب ليش ابنك خجول؟ ابني ما بيحب الناس، ليش؟ لانه انا وقت بكون في ناس انا بعيط عليه، فهو صار يخجل يطلع قدام الناس. اي والله ما يعني خانقته مره، طب خانقتيه مره وقدام مجموعه، خصوصا لما بيكون مثلا تيتي جده اخوال عمات وانت خانقتي، طب هي دائره الامان نحن بنسميها الاسره الدائره الاولى،
طب اذا انا عملت هذا الخلل مع طفلي بالدائره الاولى، هذا شو بده يطلع لبرا يحكي؟ هذا ما عاد يحكي. او انا ليك ليك شو عم يحكي مثلا وبتضحك عليه، او خلص ماما سكوت. اكثر كلمه مؤلمه سكوت، انت ما بتفهم. لا ما فيني اقول له انت ما بتفهم. شو ما حكيت للولد بثلاث سنين لازم تقول له، يعني لازم تقول له ايه بسلبياته وايجابياته لازم تتقبله. لازم تدربه يعني. انا الوالد والوالده لازم يدربوه، ماما انت حكيت هيك بس الصح هيك، يلا ارجع عيد. خلص الولد ما بقى يخاف، برافو انت بطل. كثير نحن بنقول لهم خلي ابنك هو اللي يحكي، يعني حتى لو عم يغلط طفل بالنهايه صحيح لازم يغلط ليتعلم. طيب خلينا ناخذ من حضرتك نصائح اليوم للتعامل مع القلق الاجتماعي، او نركز على نقاط انت بتقوليها للمرضى اللي بيجوا لعندك وحابين يتخلصوا من هي الاضطراب الموجود عندهم. اول شيء انه هذا شيء شائع جدا، انت منك غريب، يعني انه ما تحس بنفسك. دائما بنقول لهم هذا الشيء طبيعي انه يكون عندك رهاب نتيجه الشيء السابق، فطبيعي يكون عندك رهاب. يعني مو طبيعي اذا انت متعرض لصدمه ما يكون عندك رهاب، صحيح يعني الطبيعي يكون، لكن اللي مو طبيعي استمرارك بهذا الموضوع. نحن كثير بننصح بالمثل ما قلت لك التمارين الرياضيه كثير بتساعد، عندك التنفس، تمارين التنفس كثير بتساعد. قبل ما يكون عنده شيء هو يوقف على يجيب موبايله كاميرا يحكي يناقش، يلجأ لمختص يحكي له. اليوم نحن التفريغ بالكلام، ويعيش هيدي المشاعر ما يخاف يحكي. يعني اليوم انت عيش مشاعرك، انا بخاف حتى مع ذاتك، نحن حتى مع ذاتنا بنطوي الصفحه وخلص بنخبي هيدي المشاعر، ما بنرجع بالصندوق الاسود تبعنا ما بنرجع له. صحيح. فهي بتتراكم بتتراكم. لا انت احكي. هذا الشيء طبيعي، هي جزئيه كثير منيحه، التصالح مع مشاعرك طبعاً. لما نقول انا فيني اعبر عن مشاعري، دير مشاعري بطريقه صحيحه حتى لو كنت بنت او شب، هي موضوع لازم الواحد فعليا لاقدر انا يعني هذا جزء مني امشي بخطوات سليمه لشخصية أساسا سليمة نفسيا. إدارة المشاعر اليوم كيف بتقيميها بشكل عام؟ يعني إحنا بنقول مجتمع عربي بس لا، عم نروح نحو الانفتاح. يعني بالعشر سنوات الأخيرة لا، ما عم نشوف هذا، فينا نقول الانغلاق، فينا نقول الانطواء، لا عم نشوف في انفتاح. حتى ما عاد في فرق بين الشاب والصبية، عم يكون في تعبير. هي بحس جزئية نحو إدارة المشاعر بطريقة كتير جميلة اليوم، حتى طريقة العلاقة مع الأهل عم تختلف بالتعبير عن المشاعر. صح. لا يعني هالعشر سنين مثل ما تفضلتي كثير كان في نقله حلوه، صار في اعتراف بالمشاعر السلبيه. يعني صار في ما عاد في لا عيب، يعني هي جزئيه كثير مهمه. لا انه اي يعني هي تبع الوالده حتى والوالد مثلا هن اللي عم يتصلوا فينا، انا ابني عنده هذا الخلل. صحيح. انا بدي عالج هذا الموضوع، ما عاد خبينا. يعني كان الطفل اللي عنده مشكله او الشاب والمراهق والمراهق اللي عنده مشكله يتخبوا انه لا انت ما فيك شيء، لا انت مثلا عم يعني مثل ما بيقولوا عم تتدلع عم هيك. لا هو بالفعل في خلل. صحيح. هو بالفعل في شيء. فصار اكثر تصالحنا مع مشاعرنا، صار شيء خليني اقول لك جدي اكثر اخذوا المشاعر، انه هي شيء بالفعل بياثر على الحياه وبشكل كثير كبير. فلا مثل ما تفضلتي صار في تصالح مع انه نحن نحكي، مو عيب نعبر عن مشاعرنا. اكيد هي جزء من شخصيتي. صحيح. ضغوطات الحياة كثيرة والمواقف اللي بنمر فيها كثيرة بكل الفترات العمرية، سواء بالطفولة أو الشباب أو حتى يعني بس نكبر، وكلها رح تأثر أكيد على شخصيتنا، بس مو خليها تأثر كثير. يعني ممكن دائما نقول هيك مواقف بتأثر لفترات معينة ساعة ساعتين، ولكن لازم تمضى وتروح. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي حكينا عنها وللمسة الاجتماعية الجميلة اللي أضفتيها اليوم. شكرا لك.